نحن الآن في ريف حماة، وخاصة يعني جنب خطاب بإذن الله. نتوجه إلى رصد معارك الآن الدائرة في أرزي قمحاني الشير وما حولها وبإذن الله. بإذن الله المعركة المجدل الشير، محور المجدل الشير. نعم نقول إن شاء الله عز وجل. وها هو طاقم العمل. طيب مرصد ضياء، مرصد لقمان، مرصد 44. نعم. طيب فضيلة الشيخ، من خلال توجهكم إلى أرض المعركة، ما هو دوركم في هذه المعركة؟ طبعا كما تعلم أن الرصد هو ما يسمى الدعم اللوجستي في نظام العسكر، فنحن الآن نؤمن وسائل الاتصال بين الفصائل كافة وبين المجموعات، ونقوم برصد المطار بالنظر، يعني ليس عبارة عن تصنت عن طريق الأجهزة وإنما بالنظر أيضا، ونقوم أيضا برصد مكالمات والتجسس على مكالمات الجيش، الأماكن التي يستهدفونها أو إلى أين يتحركون، الأضرار التي نتجت أو ما عندهم من الأضرار، أو المجموعات التي يرصدها هذا الجيش المجرم. نحن من خلال ذلك، من خلال العمل، نقوم برصد ذلك كله، وطبعا حفاظا على سلامة المجاهدين والأطفال، نقوم بتأمين كل ما يحتاجونه من سيارات إسعاف، من ذخيرة، من قذائف، من أسلحة، إلى غير ما هنالك. إذن تأمين كامل للمعركة بفضل الله تعالى. بإذن الله تعالى. الآن متوجهون نحن وسريد أبراج الحق لرصد المتابعة إلى أرض المعركة في ريف حماة الشمال. طبعا وهذا هم الأبطال، عناصر من سريد أبراج الحق.